أهلا فيكم. رغم أن زواج القاصرات في المملكة ما زال في معدلات أقل مقارنة ببعض البلدان العربية والإسلامية، إلا أن عددا من الأخصائيين الاجتماعيين يرون أنها واحدة من القضايا التي لم تنل نصيبا كافيا من الدراسات سواء في الجامعات أو مراكز الأبحاث، هذا فضلا عن قلة الإحصاءات المتعلقة برصد زواج الصغيرات أو القاصرات. على الجانب الآخر، يرى البعض أن معدلات أعمار الزواج للجنسين في ازدياد، ما يعني انحسار زواج القاصرات. برنامجي هلا سيطرح هذا المساء قضية زواج القاصرات ليتشابك فيها الجانب الديني بالاجتماعي، وبالتحديد بعد أن رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى أن تتبنى توصية لتنظيم زواج القاصرات. خلونا نشوف هذا التقرير، بعد ذلك سنناقش الموضوع. يا شباب، مو بهذا التقرير. إذا التقرير جاهز خلونا نشوفه. جاهز؟ طيب أعطونا التقرير. الله يعافيك، ركزوا. ربما لم تتحول قضية زواج القاصرات إلى ظاهرة في المملكة كما في بعض البلدان العربية والإسلامية، إلا أن هذا لا ينفي وجود زيجات لفتيات في عمر الطفولة. وزارة العدل بدورها وقبل نحو 4 سنوات وضعت آلية لمعالجة زواج الصغيرات بقصر زيجات منهن دون 16 على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من المحكمة المختصة. إلى ذلك، كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في العام الماضي أن عدد الفتيات ممن تزوجن في عمر 15 كان أكثر من 200,000 من مختلف المناطق، وسجلت منطقة مكة المكرمة أكثر حالات الزواج للقاصرات بنحو 60,000 فتاة. وتزداد المشكلة تعقيدا في حال زواج قاصر من رجل يكبرها في العمر بعشرات السنوات، هذا فضلا عن المشاكل الصحية والنفسية التي يتسبب فيها زواج الصغيرات. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في الاستديو المستشار القانوني الأستاذ أحمد المحيميد، كذلك سيلتحق بنا هاتفيا أم سارة، وهي واحدة من الحالات أو من التي تزوجنا بعمر مبكر. وبيكون معنا كذلك معقبنا الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية. أستاذ أحمد، مساك الله بالخير، شكرا لتلبيتك الدعوة. شكرا خالد لدعوتك، وأخيرا تحت فرصة أن أقعد معك بعد مرور سنة بالضبط. حياك الله، تشرفنا فيك. شكرا فعلا، أحييكم واستعيكم بالخير أستاذ وسيدات المشاهدين الكرام. خلينا نبدأ بهذا الملف زواج القاصرات. يعني أنا طبعا احنا حرصنا على فتح الملف بعد ما رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى تبني توصية تنظيم زواج القاصرات، اللي كانت مقدمة بعد ما ناقشوا التقرير السنوي لوزارة العدل. برروا ذلك بأنه يعني الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء ومطروح أمامهم بصدد إصدار قرار هو اعتذار يصادر دور مجلس الشورى كجهاز استشاري وكجهة مسؤولة. إيش رأيك؟ رأيي أنت شخصت الموضوع في البداية وذكرت أنه مشكلة بين المؤسسة الدينية وبين الاجتماعية، وأنا أضيف عليها القانونية. فثلاث جهات اللي هي القانونية ممثلة بالشورى، الاجتماعية ممثلة بوزارة العامة والتنمية الاجتماعية، والإفتاء طبعا هم أصحاب الكلمة العليا، وهم وفقا لنظام الحكم الأساسي في المملكة السعودية أن التشريعات السعودية مستمدة من القرآن والسنة، والحمد لله هذا ما يميز هذه البلاد المباركة. لذلك إذا كان في توجه لإعداد قانون يمنع هذا الشيء، لن يكون قانون خاص بزواج القاصرات، لأنه حنكون الدولة الوحيدة بالعالم اللي اصدرت قانون مثل هذا. لا يوجد، ما في أي دولة في العالم عندها قانون لتحديد سن الزواج؟ لا، ما في قانون، في مادة ضمن أمض أو قوانين أخرى زي قانون الأحوال الشخصية مثلا، يحدد يقول لك زواج، يمنع زواج أقل من هو 15 سنة أو 18، وموجود عندنا هذا.
موجود في أربع أنظمة في السعودية، قالت في ضوابط لزواج القاصرات بالنظام قالت، لكن بدول العالم كله يكون قانون خاص للحد من زواج القاصرات ما في. أنا ما اطلعت، بحثت كثيرا في هذا الموضوع ولم أجد. لكن ما هو ذنب طفلة عمرها 12 13 14؟ وفي قصص كثيرة يعني يمكن سمعناها بموضوع زواج القاصرات، إما أنها أرغمت أو أنها كانت في النهاية سلعة، ويعني تم يعني بيعها من قبل والدها. وأذكر قصة الصغير اللي عمره ظهر 14 سنة وأقل وتزوجت برجل 80 على سبيل المثال. ثقة تامة في نظام بالسعودية اسمه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، نصت المادة الثانية منه على أي أحد يستغل أقل من 18 سنة يستغلهم في الدعارة، في ممارسة الجنس، في أعمال الرق، في التجارب الطبية، في أي إهمال أو نقص أو التسول، أي أحد يستغلهم مقابل مادي بالأشياء ذي فهو يعتبر مجرم ويطبق عليه عقوبات قاسية جدا، الغرامة 1,000,000 ريال والسجن لمدة 10 سنوات. هذه إذا ثبت أن في متاجرة بالبنت أنه زوجها بالغصب عنها وبالإكراه وهدفه مادي، زوجها ب400 و500 ألف، هذا يطبق عليه نظام مكافحة التجار بالأشخاص. إحنا هذه مشكلة ولازم تكافح محليا ودوليا، ومكافحة هي. لكن أنا أتكلمك عن الزواجات اللي تكون برضا الطرفين وبرضا الأسرة وفقا لعاداتهم تقاليدهم، هذه اللي تمثلنا إحنا مشكلة كقانونيين ما إحنا قادرين نسيطر عليها، لأن في تحايل كبير. تحايل من من؟ من نفس الأسرة. الأسرة هم ما تسجل، يعني ما تسجل عقد الزواج رسميا، يعقدونه عقد مجرد شفاهة أو على ورقة خارجية. صار زواج عرفي ولا زواج يعني؟ هل هو زواج؟ الزواج مكتمل الأركان ما عدا الشروط النظامية، التسجيل وما التسجيل ما يوثقوه، تحايل عن النظام. ويكون المهر مثلا 400 500 ألف 300 ألف، يسجل لك في عقد الزواج ريال كذا يتهرب. فأنت لست قدام مشكلة صغيرة بالوحدة، لا، أنت مشكلة متشعب. طيب أنا بمشي معك بالموضوع تشعب حقة هالقضية، بس خلينا ناخذ حالة من الحالات معنا. أم سارة وهي تزوجت في سن صغيرة، تروينا بس تجربتها. أم سارة مساك الله بالخير. حياك الله. أنا بس عندي كم سؤال سريع، يعني كم كان عمرك وقت الزواج؟ عمري 13 سنة. الآن كم عمرك؟ الآن عمري 17 سنة. زوجك بينك وبينه فرق بالسن؟ أيوة كبير مرة. كم عمره تقريبا؟ الحين يمكن 54 أو 55، كبير. طيب هل كنتي موافقة؟ لا. يعني وقت الزواج أو أمك كانت مثلا يعني موافق؟ يعني أعطيني بس كيف وافقتي على هالزواج أو كيف صار هذا الزواج أصلا؟ أعطيني القصة. صراحة أمي طلقت قبل زواجنا، فكانت هي ضد هذا الشيء مرة، فزوجت صراحة غصبا عني. يعني من اللي غصبك؟ أبوي والله الصراحة. فكانت أمي بالعكس كانت واقفة معانا وزي كذا، بس اتطلقت قبل الزواج، وحاولت كمان بعد ما تزوجنا زوج خواتي اللي بعدي، بس يلا ما حد وقف معها مرة. في أحد من خواتك نفس الفكرة تزوجت وهي صغيرة؟ أيوه. ما حد، طيب ما حاولتوا تتواصلون؟ يعني حتى دام امك انت رافضه وحتى امك واقفه معاكم، ما تواصلتي مع مثلا مع الجهات الحكوميه حول هالموضوع؟ انت رافضه لهالزواج؟ صراحه انا كنت صغيره وقتها ما اعرف هذه الاشياء، بس امي راحت وحاولت بس ما حد قف معها مره. يعني كنتي في اي مرحله يوم تزوجتي؟ كنت توني رايحه اول متوسط، بس ما دخلت او رايحه اول متوسط. الآن وين وصلتي بالمستوى التعليمي؟ ثاني ثانوي هنا. الآن ثاني ثانوي. حياتك يعني مع هالزواج كيف يعني تصفينها؟ الصراحة يعني حياة يعني عادية، يعني مو مرة يعني مبسوطة فيها، بس حياة عادية يعني أحس عادي، يعني شعور ما كان يحرم بالتزوج وزي كذا عادي. شعور برودة يعني ما عندي أي شيء. طيب عندك سؤال أحمد تبيه؟ والله يا أخي أوفت وكفت، يعني أنا محتار قدام الحالة يعني. طيب شكرا لكم سارة. أنا ما أتوقع أن عنده شيء يمكن تضيفه غير هال، يعني تخيل بس السيناريو اللي أتوقع أنه متكرر. أنا أقول لك ليش لازم نتكلم عن هذا الموضوع؟ يجب أن يكون هناك
لا تقول لي توعية، توعية أكيد جزء مهم جدا، لكن نظام وهناك تعامل بحزم مع مثل هؤلاء. هذا إنسان تطلق هو يا أمهم، ثم بعد ذلك جاء وزوجهم صغار عمره 12 سنة. يا أخي أي عقل ومنطق؟ ثم لا يجيني واحد يقول الرسول تزوج عائشة وبنى بها وهي في التاسعة من عمرها، ولا ما يعني في ناس ما يحفظون من الأحاديث إلا اللي يوافق أهواءهم ورغباتهم. هذا تلقاه حافظ السند بعد والمتن، ويعطيك من رواه في الصحيحين ويستشهد بالأدلة. يعني تخيل طفلة عمرها 12 سنة في أولى متوسط وهذه حالتها. خالد أنا أتفق معك أنه إحنا جالسين أمام مشكلة وظاهرة اجتماعية يجب أن تحل وتعالج، ولكن ليس بهذا الشكل اللي يتم تداوله أنه الجهة معينة تقدر تحله. لا، هنا لازم يكون في تنسيق وتكامل بين عدة قطاعات. قلت لك هذا مشكلة قانونية اجتماعية دينية لازم تحل من الأطراف الثلاثة. بس لا بنروح بس هذه الحالة مسارة فقط 10 سنة أرغمت على الزواج وهي غير موافقة، إلى من تلجأ؟ ومخالف نظام حماية الطفل. طيب إلى من تلجأ؟ تلجأ إلى الحماية الاجتماعية في تليفون 1919 يستقبلون اتصالها واتصال والدتها وتقدم احتجاجهم. الحماية الاجتماعية توفر لها الاجتماع اللي توفر لها الحماية، بترسل أخصائيين وأخصائيات يقفون على الحالة إذا في مخالفة وعدم موافقة البنت وعدم موافقة والدتها وفق الضوابط اللي حطاها وزارة العدل، بتبلغ الحاكم الإداري مباشرة، وهنا الحاكم الإداري يتدخل ويمنع مثل هذه الزيجات. هذا قبل ما يتم الزواج أو يدخل فيها، بس المشكلة إذا ما يدخل فيها يكون يصير فيه خلاص الزواج تم خلال يوم يومين تم الزواج وعقد القران. هذه وتمت يعني البيعة، خلينا نقول بأي شكل من الأشكال إذا ثبت إن فيها متاجر بالأشخاص يفترض أن يطبق عليه. أنا الآن متفائل خير مع وجود المجلس شؤون الأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هي مجلس جديد عالي لشؤون الأسرة من عدة جهات وقطاعات حكومية. أتمنى أنهم يأخذون المسألة هذه، لأنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما راح تنظر الموضوع لنظرة اجتماعية بحتة فقط، راح تنظر من جميع الجهات وتنسق مع جميع الجهات عشان يعطون حلول جذرية لمثل هذه المسألة. إذا صار في جهة تتولى هذا وصار في عندنا عقوبات مشددة، صدقني لو صار في عقوبات مشددة ليس للمتاجرة فقط، لا حتى غرامات مادية، وممكن يكون في سجن، وممكن يكون في منع لهذا الزواج، ممكن يحد من الظاهر. طيب خلينا نشوف وجهة نظر وزارة العدل. معنا الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية. دكتور ناصر مساك الله بالخير، شكرا لتجاوبك معنا. خليني حياكم الله سعيد مشاركة معكم. زواج القاصرات من الملفات اللي تطرح ما بين الوقت والآخر، بالتحديد لما نسمع عن قصة أنه قاصر تزوجت من واحد ويفصل بينها مسافات في 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 يعني وسنوات في العمر. وزارة العدل تكلمنا عن سبق أن تكلمت عن موضوع ضوابط لهذا الزواج، لكن ألا ترى أنه يعني كان في مشروع في وزارة الشورى أو في مجلس الشورى أنهم يطرحون نظام التنظيم لزواج القاصرات؟ أنا بسأل وزارة العدل وين دورهم في هذا الملف على وجه التحديد؟ حياك الله. أولا طبعا أشكر لك الموضوع، طرح موضوع طبعا موضوع شائك، والوزارة حقيقة إن المبادرات عندنا من زمان خصوصا في زواج القاصرات. وأذكر لك أنه قبل حتى يطرح الشورى قبل يناقش، ومن حوالي 5 سنوات المشروع بادي في الوزارة، لكنه طبعا زي ما قلت لك رفع للجهات التشريعية، رجع ثانية ايضا كان فيه رفع للجهات، طبعا تعرف في امور قد تكون تستأذن فيه بعض الجهات الدينية العليا. المشروع يعني اخيرا طبعا خرج من هيئة الخبراء بنظام واجراءات واضحة مقننة، وباذن الله ان شاء الله ان بس ننتظر صدور القرار من المقام السامي ورفع الجهات التشريعية. ويمكن وزارة العدل نشرت في الصحافة أو في الإعلام قبل حوالي شهرين الضوابط هذه اللي وضعناها. وش أهم الضوابط؟ كثير طبعا، من أهمها طبعا قضية أنه الزواج طبعا أعتقد حتى في 17 أو 16 سنة كان في لازم يكون يتم الكشف الطبي والنفسي والاجتماعي، وطبعا يعقد في المحكمة ولا يسمح للمأذونين بمأذون 18. ضوابط حقيقة عديدة يمكن طرحت في هذا المجال. الشورى حقيقة نشكر حقيقة اللجنة طرح الموضوع عادة في الشورى، لكن هو حقيقة كان
من حوالي 3 سنوات كان في في في, في مشروع رفع زي ما قلت لك اجتماع عدد من الجهات طبعا الصحه وغيرها. اضيف الى ذلك طبعا كان في اجتماع مع وزاره الصحه حوالي قبل 3 شهور، واحد الملفات اللي طرحت لنا ايضا في كل لجنه انه ايضا المتابعه مع وزاره الصحه في طبعا قضيه استكمال بعض الاجراءات الخاصه لحد ان شاء الله صدور هذا النظام ان شاء الله. اللي طيب شاء الله كتاب العدل يعني يعني اتوقع مادونين النكاح او مادونين النكاح عذرا يعني مادونين النكاح، كيف نضمن انهم يلتزمون بهذا الموضوع؟ لا بالعكس، المادون هو مرجعيته الوزاره وهناك عقوبات ونظام. يمكن الاستاذ سعاده المستشار يوضح لك انه في عقوبات وفي نظام لمادون النكاح، من يخالفها يفصل وهناك لجنه تاديبيه. الان صح انا اتكلم الان ما في ضوابط، وبالتالي لا يمكن للمادون ان تلتزم بنوع من هذا. عندما تصل الضوابط طبعا زي ما قلت لك انها وزاره العدل بذلت الجانب التشريعي والنظامي، لكن هناك جهات قد تستاذن في قضيه الجانب يعني تعرف انه في تحديد السن، يمكن ذكر اكيد المستشار قضيه 18 و16 و15 حتى سن التكليف عندنا في عليه اختلاف. فبالتالي لكن انا تقول وزاره العدل انا اقول انه بالعكس احنا سعينا في هذا النظام وكان لدينا حتى يعني قدرة احنا نستبق الامور ونحاول ان شاء الله انه يكون ترتيبات مع وزارة الصحة، لكن لما قر المحضر في هيئة الخبراء ان شاء الله ننتظر فقط صدور القرار. وانا اعتقد ان الوزارة بالعكس الملف هذا ملف نعاني منه وحقيقة قدمت فيه دراسات، وانا شخصيا شاركت في احد الدراسات اللي قدمت في هذا الجانب ولم نجد ذاك الظاهرة التي يعني تناقش مع احترام طبعا للاعلام والاحصاءات والارقام، لكن حقيقة الاعداد اللي تصلنا يمكن طلبت منا في احد الاحصاءات اللي تصلنا ان تزوجت والله فوق تحت ال 18، انا اعتبر الان حتى المجتمع تغير الان في تاخر في سن الزواج. انا عندي دراسه الان معدل المتوسط حق المراه حوالي 26 سنه ورجل حوالي 29 سنه عندما يتزوج في المجتمع السعودي. قبل حوالي 10 سنوات كان المعدل تقريبا 22 اعتقد للبنت و25 للابن، تعرف التكاليف تاخر الان بالعكس يمكن نعاني من سن تاخر الزواج، لكن لا شك انه في حالات يعني تصل للمحاكم ووصلت بطريقه او اخرى، لكن لم تكن الوزاره لها دور. المادون عندما يعقد النكاح وتاتي للمحكمه يعني بعض القضاه من خير يتعاونون وبتحاول يحاولون ان ينصحون هذا الشخص بغير طريقه، لكن ان شاء الله من لما يصدر النظام باذن الله نظام توقعات بس اخيرا انه قريب باذن الله، لكن اتمنى حقيقه الشورى طالب بعقوبات حقيقة على قضيته، وأنا يعني أرى أنه القضية قضية مجتمعية حقيقية، وأحيانا قد تكون في إجبار لبعض الظروف، بالتالي معاقبة شخص لما يتزوج بنته بعقوبات معينة قد تؤدي إلى مشاكل. في وجهة نظري الشخصية وزارة العدل بحكم أنه اجتماعي أرى أنه أتمنى لا تكون العقوبات يعني في شريدة عندما يتم حاليا الزواج، لكن عندما تكون الأمور موكلة للمحكمة وبالتالي لا يمكن أن يوثق قد يتحايلون بعقد زواج خارجي ويخرجوا من الاشكاليه. طيب شكرا ترتب عليها اشكاليات اخرى. شكرا لك دكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعيه. وقتي داهمنا باختصار، عندك شيء اخير تبي تقوله في الملف؟ اي الملف مثل ما قلت لك ملف شائك لا يمكن حله عن طريق وزاره العدل لوحدها، يجب ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين عده قطاعات، ويجب ان نبرز الانظمه السعوديه اللي تحدثت عن الموضوع. لاحظ ترى اللائحه التنفيذيه لنظام حمايه الطفل قالت الزواج اقل من 18 سنه غير مسموح فيه، ويجب ان يكون في ضوابط لانه شرع انه سن الطفل الى 18 الى 18 سنة. فموجود في النظام واللائحه، لكن زي ما تفضل سعاده الدكتور انه في تحايل وان العقوبات انت كيف تعاقب واحد انه كيف ليش يتزوج؟ انت امام معضله. تدري من المفروض يعاقب؟ تفضل إيه؟ يعني الولي اللي عقد الولي اللي اجبر بنته على انها تتزوج هذا الرجل اللي يفوقها بسنوات وهي توها بزر، هذا المفروض انه يرمى في السجن. والله ابو سلمان شوف خلينا نكون واضحين، اي حاله زواج يكون فيها مهر عالي زين، يكون فيها شبهه التجار بالاشخاص، يكون فيها زواج بالقوه، زواج قاصرات بالغصب عن الام او بنتها، هذا فيها سجن وفيها غرامه، هذا متفقين عليه. طيب احنا امام بس وين اللي وين النظام اللي يطبق هذا الكلام؟ واذا عندنا الانظمه لكن وين الضرب يبقى التنفيذ لكل من يحتال على النظام او لا يلتزم بالنظام. شكرا لك الوقت داهم، الاستشاري احمد المحيميد المستشار القانوني. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.